تشكل السمنة أحد أبرز المشاكل الصحية التي يمر بها المجتمع السعودي. العادات الغذائية السلبية وقلة الحركة وممارسة الرياضة هي الأسباب الرئيسية للسمنة، وهو ما يجعل وزارة الصحة السعودية تنظر بجدية لهذا المرض، والذي يقدر عدد الوفيات التي يسببها بنحو 20,000 سنويا. بحسب دراسة المسح الصحي السكاني التي عملته وزارة الصحة العام الماضي، فإن نسبة السمنة بلغت 28.7 في المجتمع السعودي، وهي عند الإناث أكثر من الذكور. بالنسبة عند الإناث 33.4، وعند الذكور حوالي 27%. السمنة أدت إلى انتشار كثير من الأمراض، من أهمها مرض السكري الذي يبلغ بحسب نفس الدراسة نسبة انتشار السكري في المملكة 13.4. وفي شهر رمضان المبارك لا تختلف مسببات السمنة عن غيره من الأيام، فبينما يفترض أن ينخفض وزن الصائم، نجد بأن بعضهم يزداد وزنه مع نهاية الشهر المبارك، وهو ما يحذر منه الأطباء والذين ينصحون بممارسة الرياضة وتناول وجبات ذات كميات متناسبة مع طبيعة الجسم. مفروض يعني أنك واحد صايم يعني بالذات في رمضان السنة دي أكثر من 14 ساعة المفروض ينزل الوزن، لكن اللي بيحصل أنه نحن ما بننظم أكلنا، فواحد يجي في الإفطار ويأخذ الكمية السعرات حرارية كثيرة، كربوهيدرات، دهنيات، بروتينات، يزيد وزنه في نهاية شهر رمضان. أنا معظم المرضى اللي هم مهم السمنة اللي عندهم بعد رمضان ما يحب يوزن وسمنة، لأنهم عارفين إنه وزنهم زاد. أول شيء يأكلوا كثير، قلة الحركة، نوم طول النهار، بالليل أكل من يوم ما يفطروا إلى السحور هو قد يمضوا في الأكل. وتحتاج مكافحة البدانة إلى جهد منظم يبدأ من توعية طلاب المدارس إلى كافة شرائح المجتمع، ففي حين تنعكس مشاكل السمنة على الجسم، نجد بأن تكلفتها الاقتصادية على البلاد كبيرة، إذ يقدر متوسط ما يدفعه المريض سنويا للعلاج والحصول على حبوب وأغذية للحمية بنحو 25,000 ريال. إذن تتطلب السمنة أو البدانة جهودا حقيقية من الجهات الحكومية والخاصة من أجل التوعية بهذا الخطر الصامت الذي يهدد المجتمع السعودي. عطل الشمري، CNBC عربية، الرياض.